إلى مصر، حيث أعلن الجيش المصري حصيلة الأيام الأخيرة من عملياته ضد المتشددين في شبه جزيرة سيناء. يأتي ذلك بتزامن مع مشاركة قوات مصرية في مناورات درع الخليج في السعودية. أعلن الجيش المصري عن مقتل 4 عسكريين و36 مسلحا خلال الأيام الأخيرة في إطار العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018. قضاء على عدد وصف من قبل المتحدث العسكري بأنه من القيادات الخاصة بالتنظيم. في الأيام الخمسة الأخيرة جرى توقيف أكثر من 300 شخص فضلا عن تدمير 380 وكرا ومخزنا في مناطق العمليات بشمال ووسط سيناء. قبض على عدد كبير من التنظيم على قيد الحياة، وهذا الأمر أعتقد بأنه هيشكل أهمية كبيرة نظرا لهم يخضعوا للتحقيقات ولاستخلاص معلومات منهم. هذا وغادرت قوات من الجيش المصري متجهة إلى السعودية للمشاركة في تدريبات درع الخليج. بالتزامن مع استمرار مناورات الصداقة 2018 بين القوات البرية السعودية والجيش الأمريكي، انطلقت مناورات درع الخليج المشترك. السيناريو اللي عرض أمامكم هو عملية إنزال برمائل. تشارك في المناورات إلى جانب القوات السعودية قوات عسكرية من 23 دولة، من بينها قوات من دول مجلس التعاون الخليجي. هو تمرين من ضمن التمارين المستمرة، وهدفها الحقيقة اللي رفع الجاهزية القتالية للوحدات الوسطى والشرقية. تجري المناورات في المنطقة الشرقية من المملكة السعودية، وتعد الأضخم في المنطقة، حيث تشارك قوات برية وبحرية وجوية ودفاعات جوية وأسلحة استراتيجية لكل من القوات المشاركة في المناورات.